بسم الله الرحمن الرحيم. احنا خدنا بقى في المحاضرات في الداتا لينك لاير ان الداتا لينك لاير بيبقى في عندي كودز للايرور ديتكشن والايرور كوركشن. وقلنا ان الايرور ديتكشن بس بكتشف بيقول اذا كان في ايرور حصل ولا لا، لكن الايرور كوركشن بيديني ميزة زيادة ان هو اقدر اعرف الايرور ده ايه هو، طبعا within limits، في حدود معينة زي ما احنا هنشوف دلوقتي. وخدنا في المحاضرة الـ Error Detections زي الـ Parity Code أو الـ Parity Check يعني، وخدنا زي الـ Checksum، وشرحنا في المحاضرة الاتنين بيبقى ايه الفكرة بتاعته. طيب هناخد بقى دلوقتي مثال على الـ Error Correction. هناخد مثال اللي هو الـ Hamming Code. الـ Hamming Code اللي معانا دوت بيقدر يكتشف Error لو حصل Error فيه 1 bit single bit بس، يعني خانة واحدة بس حصل فيها Error، الـ Hamming Code بيقدر يكتشفه. طيب احنا طبعا اسهل طريقة للشرح الهامين كود عن طريق مثال example. فاحنا هنشوف دلوقتي قدامنا example بيقول لو انت عندك message، المسج ديت رسالة عايزة تتبعت ومكونة من 11 بت يعني 11 خانة، ومديك الايرور، مديك الرسالة اهي المسج دي. بيقول بقى what is the message after encoding by hamming code. لو انت عايز تعملها encoding بقى بالهامينج كود assuming even parity is used، او احنا هنشوف دلوقتي يعني ايه even parity اللي احنا هنستخدمه. والفقره بي بقى بيقول انت يعني خلاص المفروض في الفقره ايه عملنا لها كودنج بالهامينج كود، والمفروض الرساله دي اتبعتت. لو فرضنا بقى ان حصل ايرور اثناء البعت والخانه تاني خانه من الشمال هي الزيرو اللي احنا شايفينه ده اتحول الى واحد، بقى حصل فيه ايرور اثناء البعت، المفروض نعمل تشيك بقى هل هنعمل تشيك بقى هل الهامينج كود اللي احنا عملناه هيقدر يكتشف فعلا مكان الايرور فين. طبعا احنا مجرد ما نكتشف مكان الايرور فين معناه احنا عرفنا ان هو مقلوب، اذا كان 0 هيبقى 1 واذا كان 1 هيبقى 0. طيب فاول خانه بقى اول حاجه دلوقتي ان احنا نعمل ايه فقر رقم ايه اللي هو الهامينج كود، نعمل لها كودنج بقى بالهامينج كود. فاول حاجه اول حاجه عندي بالنسبه لي ان انا اعرف الهامينج كود بالنسبه لي هيبقى كام بت كام خانه. فاحنا عندنا بنطبق العلاقه ديت اللي هي 2 اس ار اكبر او يساوي ام زائد ار زائد 1. ايه هي الار؟ الار دوت عدد الخانات بتاعه الهامينج كود، تمام؟ يبقى الار اللي هنا او الار اللي هنا هي عدد الخانات بتاعه الهامينج كود، والام هي عدد الخانات بتاعه المسج. المسج نفسها كام؟ 11. طيب انا دلوقتي المفروض ايه، انا مش عارف دلوقتي لسه، فالمفروض ان انا هختار ار اللي هي رقم اول رقم ينفع ان يكون العلاقه دي بتتحقق صح. طب لو فرضنا خدنا الار بيساوي 3، ف2 اس 3 ب8، 8 المفروض اكبر من او تساوي الام اللي هي ال 11 زائد الار زائد 1، طبعا اذا كان هي نفسها ال8 اصغر من الرساله لوحدها اللي هي ال11. فهنجرب 4، ار بيساوي 4، 2 اس 4 بكام؟ 2 اس 4 ب16. 16 هل هي اكبر من او تساوي؟ هنشوف بقى هنا الام ب11، 11 وال4 اللي هي الار بكام؟ ب15 زائد 1 16، تمام خلاص يبقى بتساوي 16 لان احنا عندنا اكبر من او يساوي، يبقى اذا هناخد الار بتساوي 4. يبقى انا كده عرفت ان اول خطوه اهي انا محتاج كهامنج كود عشان اشفر الرسالة اللي هي 11 بت 11 خانة، محتاج 4 خانات هضيفها وتبقى للهامنج كود. طيب الخانات دي بختارها ازاي يا جماعة؟ بمنتهى البساطة هي بتبقى بتتحط في الأماكن اللي هي 2 أس 0، 2 أس 1، 2 أس 2، 2 أس 3 وهكذا. فطبعا 2 أس 0 بواحد يبقى الخانة الأولانية هتبقى أر 1، هنسميها أر 1. بعد كده هتبقى أر 2، 2 بعد كده أر 4، بعد كده هتبقى أر 8، بعد كده طبعا لو في حاجة بعد كده هتبقى أر 16، 32، 64 وهكذا. يبقى دي الاماكن بتاعه الارات اللي انا هحطها. يعني هنا محتاج 4 ارات، يبقى هاخد ار 1 2 4 8. لو محتاج بعد كده زي ما احنا شايفين كاني بضرب في 2 كل مره، اللي هي 2 اس 0، 2 اس 1، 2 اس 2 وهكذا. طيب انا عندي بقى دلوقتي يبقى الاجمالي كله بالنسبه لي كام خانه؟ زي ما احنا قلنا 15 خانه عباره عن 11، الرساله بتاعتنا 11 اصلا، و الارات بتاعتي بالنسبه لي 4، يبقى كده 15 كله. طيب انا هوريك دلوقتي المساله ازاي بتتحل، هو ده الحل بتاعها جاهز، لكن انا هوريك المساله ازاي تحلها. وطبعا انا افضل ان هي تتعمل جدول زي ما احنا شايفين، لكن يعني انت يعني حر تشوف الاسلوب اللي ايه اللي يريحك. بس هنشوف دلوقتي الجدول ده هيبقى هيسهل لي الدنيا خالص ازاي زي ما احنا كده هنشوف. طيب ادي اهو تعالوا نحلها سوا خالص. في الاول عندنا اهو هنعمل اول حاجه اهو، يبقى احنا عرفنا خلاص يبقى ار 1 في عند في الخانه رقم 1، ار 2 هنحطها بقى في الخانه رقم 2، ار 4 في الخانه رقم 4، وار 8 في المكان رقم 8. ثم بقى هناخد الرساله دي كلها نبتدي نحطها بنفس ترتيبها من اليمين للشمال، يبقى هنا 1 0 0 1 0 وهكذا. يبقى دي 1 0 0 في الاماكن الفاضيه بقى، 1 0
بعدين 4 وحايد 0 1 زي ما احنا شايفين. يبقى اذا اول حاجه هحط الارات في اماكنها، هحط ار 1 وار 2 و4 و8 في اماكنهم، ثم الاماكن الفاضيه بقى هبتدي احط فيها بقيه مين، بقيه المسج بتاعتي. ثم بقى هنعمل اتي، اول حاجه اول خانه هنا هتبقى عايزين نحسب الار 1. الار 1 ببساطه خالص انا دايما ببدا اشوف من مكان الخانه زي ما احنا شايفين، هنحط الار 1 في مكانها، هنحط برضو الار 2 في مكانها، ار 4 في مكانها، ار 8 في مكانها، وكل اللي قبل الار ده غير مستخدم، هنحط فيه شرط زي ما احنا شايفين. تمام كده؟ طيب دلوقتي بقى الار 1 ده عامل ايه يا جماعه؟ الار 1 ببدا اعد من الخانه اللي هي فيها، الار 1 اخد خانه واسيب خانه، اخد خانه واسيب خانه، اخد خانه واسيب خانه، وهكذا. ار 2 هاخد خانتين واسيب خانتين، ار 4 اخد 4 واسيب 4. تعالوا نعملها سوا. ادي الار 1 انا خلاص بعد من الار 1 نفسها، انا كده هاخد القيمه بتاعت ار 1 هنا، يبقى هنا الخانه دي ايه؟ هسيبها. الخانه دي هاخدها، يبقى الخانه دي هسيبها. طبعا اللي انا بسيب بعمل فيه شرط عشان عارف ان هقول الخانه دي مش ايه؟ مش هاخدها، وهكذا. يبقى انا بعمل ايه؟ باخد خانه واسيب خانه عشان انا بحسب ار 1. تمام كده؟ يبقى انا خلاص خدت خانه وسبت خانه. طيب وبعد كده خلاص الخانات اللي انا هاخدها دي بنزل قيمتها من فين؟ من فوقيها. هنا كانت عندي 1، هنا كانت عندي 0، هنا كانت عندي 1، هنا كانت عندي 0. يبقى الخانات اللي انا هاخدها معايا ديت اللي انا سبتها فاضيه هنزل قيمتها من فين؟ من فوق. تمام كده؟ ثم هعمل ايه؟ هبتدي اعد بقى يا جماعه كام واحد عندي هنا. هي دي احنا قلنا فوق عايزينها تبقى ايفن باريتي، يعني عايزها تبقى عدد زوجي. تمام كده؟ فايفن باريتي دلوقتي انا عندي 1 2 3 4 5 وحايد، يبقى العدد ده هنا ايه؟ اود. ما دام اود يبقى انا عايز اخليها زوجي، يبقى اخلي الار 1 ب1، يبقى انا عرفت ان هنا الار 1 بكام؟ ب1. طيب هنيجي عند الار 2 نفس القصه بالظبط، الفرق ايه بقى؟ الاتي، ان انا دلوقتي الار 2 هبدا منها اللي قبليه ده ما اخدوش، باخد خانتين، يبقى اخد الاخر الخانه دي واللي بعدها، واسيب خانتين مش هاخدهم. زي ما احنا شايفين هاخد خانتين واسيب خانتين مش هاخدهم، اخد خانتين واسيب خانتين مش هاخدهم. تمام؟ بنفس الفكره ار 4 كل الاربعه هبدا منها اللي قبله مش محتاجه مش هاخده معايا، اربعه هبدا اعد 4 خانات، هاخد 4 واسيب 4، ادي 1 لان خدتها، 2 3 4 واسيب 4 مش هاخدهم، ادي خانه 2 3 4، ثم 1 2 3 4 بكل دول هاخدهم. طب الار 8 هبدا منها واعد اخد 8 خانات، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، خلاص دول كل الخانات اللي انا هاخدهم، واروح منزل من فوق زي ما احنا عملنا. هجرب كمان في الار 2، اروح منزل القيم من فوقيها، هنا دي 1 دي فوق اهي خلاص 0 اللي هي باخد من فوق خالص من الخانه اللي فوق اللي هو المسج الاصليه، دي هنا 1 دي فوق خالص هي 1، دي هنا كده 1، دي هنا كده 0، دي هنا كده ايه 1، وابتدي اعد ادي 1 2 3 4 5، يبقى دي كمان اود 5 وحايد، يبقى هخلي الار 2 بكام؟ ب1 عشان يبقوا في الاخر زوجي. هنجرب كده الار 4 عشان نشوف الاربعه المفروض هتطلع معانا زوجي. الخانه اللي فوق كام؟ ادي 0 0، باخدها من اللي فوقيها على طول، ادي 1 دي الخانه اللي انا هاخدها معايا، باخدها من الرساله اللي فوق، ادي 1 اللي هي الخانه اللي فوق على طول، ادي 1 ودي 0 وادي كده 1، وابتدي اعد ادي 1 2 3 4، فعلا هنا 4 وحايد، يبقى هي اصلا زوجي، يبقى انا هخلي الار 4 ب0 عشان يفضلوا زوجي زي ما هم، وهكذا. برضو هنكمل اهو الار 8، يبقى انا هاخد من فوق هنا، ادي كده عندنا 0، ادي كده 1 وادي 1 وادي هنا 1 وادي 1 وادي هنا 0 وادي هنا 1، وهعد كده ادي 1 2 3 4 5 اود، يبقى برضو ار 8 بكام؟ ب1. اذا انا هروح حاطط الرساله الاخيره عندي، وهنزل قيم الارات بقى زي ما احنا شايفين، ادي القيمه اهي كلها، ار 1 طلعت ب1، ار 2 ب1، 4 ب0، وار 8 ب1، وهنزل بقيه الرساله زي ما احنا شايفين كده. يبقى هي دي الرساله يا جماعه، المسج افتر كودنج بي الهامنج كود. كده خلاص الرساله ايه؟ افتر، بعد ما عملنا لها كودنج بي الهامنج كود، وده كده المطلوب رقم ايه. طيب المطلوب رقم بي بيقول لي ايه بقى؟ المطلوب رقم بي بيقول لي ان احنا دلوقتي عايزين نفترض ان حصل، دلوقتي احنا عملنا لها دي رساله بعد الهامنج كود خلاص، عايزين نفترض ان حصل ايرور فين؟ في تاني خانه سكند بت فروم ليفت، تاني خانه من الشمال. طبعا هنا انهي يا جماعه الخانه دي؟ بعملها فين؟ في المسج الاصلي، في المسج بعد الكودنج اهي. يبقى انهي خانه هنا يا جماعه بالنسبه لي؟ اللي هي الخانه دي، الخانه انهي؟ اللي هي الزيرو هنا بالنسبه لي، ده تاني خانه من الشمال اتقلبت من زيرو الى واحد. فهنبص هنروح ناقلين نفس الرساله دي كلها زي اللي فوق بالظبط بعد ما عملناها بالهامنج كود، ولكن كل اللي هنعمله هنخلي الزيرو ده ايه؟ 1. المفروض دلوقتي انا لو الهامنج كود انا شغال صح يطلع لي دي الخانه رقم كام؟ الخانه رقم 14. يطلع لي في الاخر يقول لي الخانه رقم 14 هي اللي اتغيرت. بنعملها ازاي؟ كاني بعيد الحل مره ثانيه. الار 1 ببدا من خانه رقم 1 اخد خانه واسيب خانه، اخد خانه واسيب خانه، اخد خانه واسيب خانه، وهكذا. الاقي في الاخر عدهم لقيتهم هنا بالنسبه لي ايه؟ ايفن. يبقى كده الار 1 بكام هنا بالنسبه لي؟
زيرو، تمام؟ طيب الار 2 يبقى هبدأ من الخانة رقم 2، اخد خانتين واسيب 2، اخد خانتين واسيب 2 وهكذا. ار 4 احنا عارفين اماكنهم، ابدأ من الخانة رقم 4 اخد 4 واسيب 4، 8 اخد نفس بالظبط اللي انا حليته هنا فوق، هعيد حله مرة تانية، هيطلع لي في الاخر هنا ايه؟ زي ما احنا شفنا، لو كان العدد اود يبقى الار ديت بواحد، لو كان عدد ايفن الار دي بزيرو. يطلع لي هنا بالنسبة لنا، طلع هنا بالنسبة لي الار 1 بكزيرو، ار 2 و4 و8 كلهم بواحد. لو انت حطيت الرقم ده كده كتبته من يعني ار 1 في اقصى اليمين وار 8 في اقصى الشمال، هيبقى 0 3 1، حولهم بقى دول من باينري الى ديسيمال. هم على طول طبعا القيم بتاعتهم معروفه، ار الواحد، شوف بقى، خد بقى القيم اللي هي عندها بواحد واحسب قيمتهم بكام، اجمعهم. ار 2 طبعا قيمتها ب2 ودي 4 و8، يبقى 2 و4 6، 6 و8 14. اذا فعلا طلع الكود بتاعي بالنسبه لي بيقول لي ان الايرور بت في الخانه رقم 14، الخانه رقم 14 دي معناها هنا في واحد، معناها هي كانت اصلا في زيرو. طبعا الحمد لله مساله سيمبل جدا، سهله جدا، بسيط جدا، مجرد بتعد وحايد، مش محتاج فيها اله حاسبه. جرب انت بقى نفسك كده، جرب حط بقى مسج تانية، غير في مسج دي زي ما انت عايز، وجرب حط بقى الايرور في اي خانه تعجبك من دول. وجمال المساله ديت ان هي بمنتهى البساطه تقدر في الاخر لما بتعمل تشيك على نفسك ويطلع صح، يبقى حضرتك حليت الفقرتين A و B صح. ده كان مثال على الهامنج كود اللي بنقدر نكتشف بيه ونصحح كمان، الديتكشن بنعمل بيه كوريكشن كمان للايرور، بان احنا نعرف الايرور بالظبط في انهي خانه، زي ما احنا قلنا، بس بشرط يكون الايرور في خانه واحده فقط لا غير.